بحثت يا جماعة الخير في جميع المواقع عن ناس يأجرون نظارة أبل الجديدة. Stunning location. And you control just how immersed. ولكن في النهاية يا جماعة الخير ما لقيت أحد، والكل كان هدف البيع بس. قررت يا جماعة الخير في مقطع اليوم أني أجر نظارة أبل للناس وخليهم يجربونها مثل ما أنا جربتها في المقطع اللي فات. إذا كنت تشوفني الآن لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. ولكن يا جماعة الخير قبل كل شيء خلينا أوضح لكم نقطة بسيطة. جماعة الخير لاحظت كل الناس مترددة في شراء هذه النظارة وسعرها مبالغ فيه لأبعد درجة، فأكيد أن الناس قاعدة تبحث في الأيام اللي راحت عن أجار لهذه النظارة أو تجربة، وقاعدة تشوف مراجعات في اليوتيوب ولا قد جربتها على أرض الواقع. ولكن لازم أأجر النظارة خلال 24 ساعة. إذا خلصت 24 ساعة ولا تأجرت النظارة راح تعرفون وش راح يصير. قررنا يا جماعة الخير نسوي لنا إعلان بسيط للنظارة عشان نقدر نعرضها في المزادات ونقدر نعرضها في مواقع البيع والشراء ان هذه النظارة للأجار مو للبيع. فقررنا احنا نشتغل على التصميم حقها، ويكون التصميم يجذب الشخص اللي قاعد يشوفه، والتصميم له دور اساسي انك تجذب الزبائن. نزلنا الاعلان في كل مكان. طيب يا جماعة الخير سوينا الاعلان الاول ايجار نظارة ابل الجديدة لمدة ساعة. بعد يا جماعة الخير سويت وصف رهيب مرة، كتبت عرض خاص وحصري، استمتع بتجربة الانيقة والتكنولوجيا من نظارة ابل الجديدة لمدة ساعة فقط، تألق وكن في قمة الاناقة والتميز في اي مناسبة باستخدام نظارة الابل الاحدث والاكثر تطورا. مواصفات العرض: نظارة ابل الجديدة بتقنية الواقع المعزز، تجربة فريدة ومثيرة لمدة ساعة كاملة، تصميم انيق وخفيف الوزن يضاف لمسة من الرقي والأناقة على إطلالتك. سارع بالحجز الآن ولا تفوت هذه الفرصة الرائعة لتجربة التكنولوجيا الفائقة والأناقة مثل اتصل بنا اليوم لحجز موعدك. نحط تحديد السعر 100 ريال، ولا خلي 100 ريال، لا بكتب هنا تحت السعر 100 ريال للساعة الواحدة. خلصنا موقع حراج إن شاء الله الإعلان وضيفة جماعة الخير. الآن خلصنا موقع حراج، راح نروح وننشرها في جميع المواقع. جماعة الخير سويت زيادة، رحت ونزلت في السناب هذه السنابة تطلع لكم الآن، وتكلمت فيها قلت مفروض شركة أبل تسمح للناس بتجربة النظارة قبل عملية الشراء. وعلى كلامي من هذا صدق النظارة غالية 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 بمبلغ كبير. كان يا جماعة الخير بنسبة 95% كانوا مؤيدين لهذا القرار انك تقدر تجرب النظارة قبل ما تشتريها. بعد مرور ما يقارب يا جماعة الخير 12 ساعة من الإعلان جتنا رسالة: السلام عليكم أخوي، عارض نظارة أبل إيجار. نعم حياك الله، وين مكانك؟ والله يا جماعة الخير أني كنت قايل ما أتوقع حد بيستأجرها، عشان كذا حطيت خطة ل 24 ساعة، ولكن زين جاء أحد. الله يحييك، أنا من الرياض. تمام أخوي نتقابل. كم ساعة تبيها؟ كم ساعة تبي النظارة؟ وين بالرياض؟ والله متحمس أشوف تجربته وتجربة الناس لها، هل هم بيكونون مؤيدين أو بيقولون حرام؟ يعني أنا صدق يوم شفت النظارة أعجبت بشكل كبير مرة، ودي 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 الكل يجربها مثل ما أنا جربتها. صد شيء رهيب رهيب لأبعد درجة. أبيها 4 ساعات، 400 ريال. أخوي وين مكانك؟ لما في الرياض زين قريب يمدينا نروح ونشوفه. ودي كذا كل مرة أزور مكان وقل لي في المكان هذا تعالوا والله حلوة، وخلي كل واحد جربها 10 دقائق. أحتاج أجربها وما معي حقها كامل، تقدر تخفض كيف تبغاها 4 ساعات؟ طيب خذها 2 ساعات. بقول كم معك؟ كم معك؟ خذها 1 ساعة. طيب ليه 4 ساعات تلطع بي؟ خذ، أنا ودي نص ساعة ياخذها. خذها ساعة. إذا قال معي 50 بقول أخذ نص ساعة. اللي معي يبون يجربونها وما أدري متى بيجون وكم بيقعدون، فأبيها 4 ساعات. أوكي 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 أوكي، يعني بيجون ضيوف وما يدري كم بيقعدون ويبغى يخليها 4 ساعات عشان كلهم يجربونها وغالية شوي. أوكي معي 250. 250 بقول له ساعة، بعطيه 3 ساعات. 3 ساعات والله كثير. اللي معي أقول وين مكانكم؟ جمعتكم وين بتكون عشان ودي أصور. جمعتكم وين؟ لا خلنا شيء يكون محترمين شوي. دقيقة، آخ بنتي يا جماعة الخير، هنا في قروشة شوي ما أقدر أصور. خلاص يلا دامني قلت ب 300 3 ساعات، بقول 3 ساعات. المشكلة صارت بنت 3 ساعات، بنت كيف بقدر أصورها؟ تبغى تخلي كل الضيوف اللي عندها يجربونها. أوكي أوكي أوكي، مكانكم وين؟ هذه ما راح يكون فيها تصوير يا رب، بس كيف طريقة التسليم؟ مكانكم وين؟ هذا لازم ناخذ عليهم ضمان لأن ما راح ندري، لازم ناخذ ضمان. العارض ما معك 250؟ لا مستحيل. إيه مستحيل، العارض معهم ملايين أتذكر. توم شارين أرض كيد 100% توم شارين أرض العارض. أختي السلام عليكم، لأن أنتوا بنات ما
وما نقدر نضمن النظارة معكم لأن ما نقدر نراقب وش تسوون. قلت لأن أنتوا بنات صادق أنا ما أقدر يعني أشوف النظارة قدام عيني وأصور. لازم ضمان. مش دخل أكيد له دخل. بالعادة نخلي الموظف مع الشخص وش بنسوي فيها، ولكن ما عندنا موظفة. معليش أخوي حنا بنجرب بس يا حقين الرياض ذولي. كأني ما من الرياض ها. ولكن ما عندنا موظف. أنا وشلون أضمن بعد إنها نظيفة؟ آخر أما النظافة أقول له أنا 15 ألف عليه جديدة النظارة والعدنا نظارتين. لا. كم واحد لابسها قبلي؟ أنت أول واحدة. الآن كم لابسها قبلي؟ يا الله سلة البنات. معقول؟ إيه نعم. في الإعلان عمره 12 ساعة. الإعلان ماله 13 ساعة. والفكرة جديدة. أنا مستغرب كيف بنت حراج. هذا المستغرب. طيب وش الضمان اللي تبيه؟ والله صدق وش أعطي وش أقول لها ضمان؟ بالضمان يا جماعة خير. بنت مفتح منها وتنكسر واللي ورا هذه تنفك بسرعة يعرفون حق نبل. إذا صار شيء للنظارة تدفعين مبلغ تصليح. بس مبلغ التصليح أنا أبي أشتريها ومو لاقية بس بجربها قبل. أنا عارف والله طولت ويتكت طلع لي يكت والله ما خلاص يعطيك العافية. الله يعافي. المشكلة يا جماعة الخير خلينا النظارة مع بنت ما نقدر نصور. هذا الشيء الأول. شيء ثاني ما أضمن وش يصير للنظارة وسعرها غالي مرة يعني بعيد عن كل شيء. ترى مو سعر الشراء بس 15 ولكن اطلبها بتوصل لك هنا ب 17 18 ألف مع الجمرك مع كل شيء. يعني حرام من تجربة بسيطة تروح كذا 18 ألف. ونعطي الموضوع الآن باقي لنا 11 ساعة ونشوف ايش راح يصير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نظارة أبل موجودة عندك يا شيخ؟ اي نعم موجودة أخوي. طيب أخوي نبغاها ولكن بكم الساعة؟ ب100 ريال للساعة. طيب أخوي هل من الممكن يعني أرسل لك اللوكيشن حقي وأحول لك الفلوس وترسل لي النظارة مع المندوب؟ لا 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 راح أكون معاك وأنت تجربها. يعني كيف أخوي يعني ما في خصوصية في الموضوع؟ أنا أبغى أجربها لحالي. طيب اي بس أخوي النظارة غالية. أوكي حتى لو النظارة غالية خلاص. لا الله يعطيك العافية ما نبغى أنا أخوك. مع السلامة. تمام اللي رايحك. مع السلامة. طيب يا جماعة الخير بعد مرور 48 ساعة ما أحد تواصل معاي نهائيا إلا شخص واحد. في نفس تنزيلنا الإعلان برضو كنا منزلين إعلان في إيباي. هذه يا جماعة الخير منصة حقت كذا أجانب يبيعون فيها وصدق ما أنصح فيها. صدق ليه ما أنصح فيها؟ لأن أقسم بالله العظيم بهذلتني يوم جينا نسجل كتاجر ولكن قدرنا نسجل. ما عليكم من الموضوع هذا. بعد مرور يا جماعة الخير يوم ونص لاحظت ما في خانة للرسائل الخاصة يعني ما أقدر أتواصل مع ناس. سويت شيء ثاني تخلي أنا أجرب نفسي أسوي حساب وأراسل نفسي هل توصلني الرسائل ولا ما توصلني. جماعة الخير يوم جيت أسوي حساب طلع يا جماعة الخير إن في قروشة بشكل مرة كبير إذا جيت تبغى ترسل خاص لأي شخص لأنه يطلب منك تحقق على الرقم تحقق على الإيميل. قررت أخلي التواصل عن طريق التليجرام. ولا أخفيكم يا جماعة الخير قبل 4 دقائق أو 5 دقائق تواصل معي شخص عن طريق التليجرام وراسل إعلاني اللي موجود في إيباي والشخص هذا أجنبي. هذه رسالته يا جماعة الخير. خلنا نجهز المترجم نأخذ الرسالة حقته ونروح نوديها للمترجم. رأيت هذا على موقع إيباي. خلنا أوريكم الإعلان حقي. هذا هو إعلاني يا جماعة الخير. وحطيت هنا برضو يا جماعة الخير في الوصف. وين وصف المنتج؟ أبغى أشوف وصف المنتج. أيوة هنا حطيت يا جماعة الخير إن النظارة للأجار وتقدر تستأجرها وتعيش نفس اللي كتبتها في حراج وتعيش التجربة بشكل مرة كبير وإن النظارة المهم قيمة الأجار 25 دولار. نرجع لهذا ونقول له يس وكاتب هل الإعلان هذا لك؟ كتبت له نعم. يا رب إن الإنسان هذا يكون قريب. أنا يا جماعة الخير طول هو أونلاين وقاعد يكتب طول مرة حرفيا. بعض الكلمات والله يا جماعة الخير إني ما أفهمها فنروح نوديها المترجم عشان يبان كل شيء. يقول انها الايجار يس 25 دولار يو دونت سيل ات يعني هذه مو البيع. ان شاء الله انكم فاهمين عليه يا جماعه الخير. بشرح لكم اياها. يقول ان هذا الاعلان لك انت. هنا هل هي صدق الايجار؟ قلت له يس. قال لي يعني هي ما هي للبيع؟ قلت له لا ما هي للبيع. هنا 25 دولار عاد غلط حطيتها المفروض انها تكون هنا رنت ايجار. ايه رنت لي. يا رب انها صح علي الكتابه يا رب. والله يا جماعه الخير لا تلوموني ترى اقسم بالله العظيم اني كويس في الدراسه ولكن يا جماعه الخير اقسم بالله العظيم ان في مدرس في الابتدائي سادس ابتدائي او خامس ابتدائي سادس ابتدائي اول ما دخل منهج الانجليزي جاب لي عقده في الانجليزي يا جماعه الخير. ترى اخوكم في الله انا من مواهب الرياضيات. انا في الثانوي ليه خلصت ثانوي وانا صدق والله اتكلم معكم جد من مواهب الرياضيات يعني شخصيه او عقليه يا جماعه الخير عقليه علميه ولكن الانجليزي يا جماعه الخير سبب لي عقده في حياتي. يا اخي ودي انزل لكم قصه عن مشكلتي مع مدرس الانجليزي سببت لي عقده اقسم بالله لين يا رجل انا ادرس صح تخيل يا جماعه الخير ماده الانجليزي ما اقدر اجيب فيها درجه عاليه منهج كله انجليزي عادي اجيب A بلس متخيلين عادي اجيب A بلس. شكلي بنزل لكم قصه على الموضوع ذا واعلمكم انه كيف تعقدت من سادس ابتدائي لين عمري الان صارت ما عندي ثقه في الانجليزي. اعرف الكلمات ولكن ما في ثقه ما ادري في احد مثلي كذا يشوف الشيء يعرف وش هو ولكن مشكك بشكل مره كبير.
خلني احط له استفهام خلصني. والله طول. طيب هذا الحين لو استاجرها بقول له انت وين مكانك؟ بقول له انت في وير ار يو فروم، في اي مدينه تعيش انت؟ خلنا نشوف هذا شو يقول. هذه فكره جديده لم ارى قط، شخص يستاجر منتج ابل، لذا اذا كنت ارغب في استجراء منك كيف تتم العمليه؟ الله يسلمك، كنا بارجي الافكار الجديده. الله يسعدك يا رب. اخ اي ليف ان البل، ها وش هذه؟ الله يسلمك عليك، بضبطك بعد شوي. انا اعيش في الامباما. وش هذه الامباما؟ يو اس امريكا. ريلي امزح فهمت، هذه حقت ابو عبير. ابو عبير صادق ريلي بالانجليزي ريلي. كان يو شوبت انجوب، هل يمكن شحنها؟ يس يس. لا كيف اشحنها له؟ لا والله بعيد في امريكا ذا، انا شيري تحمست. دقيقه والله بعيد. بقول له انا اعيش في السعوديه، انا اعيش في السعوديه، هل من الممكن؟ انا اعيش في السعوديه وانت بعيد عني، وانت بعيد عني. كتبت يا جماعه الخير، ما يبالكم في المترجم انا اسف. كتبت يا جماعه الخير اني انا اعيش في السعوديه وانت بعيد عني، الصد فهمت والله، وانا صادق والله بعيد عني مره، يعني يعيش مدينه الباما. قلت له يا جماعه الخير هنا سجلت له، ولكن من الممكن ان تاتي الى السعوديه، بعيد والله ما يمدي. والله حاولت اجرها بقدر المستطاع، اقسم بالله العظيم يا اخي ما ادري ايش السالفه، ما هي ماشي الموضوع لا في السعوديه ولا برا السعوديه، ولكن لاحظت اللي برا السعوديه على طول تواصلوا، يعني الصدق لانه عندهم حماس للتجربه خصوصا النظاره يعني، ويبغى اوكي يوتيوبر. انا مدون فيديو، لذا احتاج الى انشاء بعض المحتوى الجديد الذي تعرفه وهو غالي الثمن بعض الشيء. حبيبي ويلكم تو سعودي ارابيا، ويلكم داخل السعوديه حبيبي. عارف انها غالية. are kidding I know Saudi Arabia. انا اشوف kidding وش ايش معنى kidding يا جماعة الخير؟ تمزح. هنا سعودية أريبيا، أما هو أنه يعرف السعودية أكيد حبيبي، السعودية العظمى. ويلكم. نعطيها أوميجي. بقول له حتى أنا يوتيوبر. وش ذا الصدمة؟ وأنا يوتيوبر يا صديقي. يا صدق، لا لا أقول له الآن. لا ما يعرفوا اليوتيوبر صح؟ إلا يوتيوبر، إلا عارف يوتيوبر وش يعرف. رونالدو النصر كلب، حبيب قلبي، حبيبي صادق. نادي رونالدو، أخسي النصر، الناصر. النصر يا صديقي، عرفت هو فهد مولد مع ميسي؟ بس انا ميسي هو فهد المولد. يس. والله ما اقدر اجرها له صدق، بس عطاني، بقول لها انا ايش كنت بكتب لها؟ انا والله كنت بكتب لها شيء. كتبت لها يا جماعه الخير لماذا لا تاتي الى السعوديه؟ تحاول السفر الى السعوديه، ويلكم يا برو، ويلكم لكل دول العالم حرفيا، اهلا بك. انك تكتب له كلام على الفا. جماعه الخير والله جتني فكره. ايش كاتب؟ بعزمه في السعوديه صح، وقال انه بيجي السعوديه ويعرف الناصر. اقول له شيء، تحب رونالدو؟ Do you like Ronaldo? خرجنا على السياق يا جماعة الخير، بس حب كذا ذا حد يتكلم على السعودية أحس فلة فهمتوا. طيب أكتب له أنا أقدم لك دعوة إلى حضور مباراة لرونالدو، مباراة لرونالدو مع التكفل. أقول له يجي وبلاش بلا لا أمزح، يا الله، مع التكفل في يومين لك داخل السعودية. خليه يجي، أقسم بالله لا أصنع محتوى لا نهائي، أقسم بالله. يقول إنه يب مرة يحبه، شكرا. غراسياس. اوكي اخ ايام هيك، ايام هيك، لا المفروض بيج فانز او بيج فان. اخ انا معجب كبير. اوكي كذا تكتب مو بيج فانز، تيجي كذا it is my dream to meet him. والله ويلكم يا حبيبي، ويلكم والله ان تلتقي به. تعال. وات شنو؟ تعال يا صديقي. يس ماي فريند. سعودي والله يحب يعزم، انا عارفه زين، عارف السعودي زين، بس يحب يعزم الناس. شو تخير، هذا استثمار والله العظيم، اني صادق والله اقسم بالله اني ما استهبل معاك. يقول لي انت تمزح معي؟ نو والله اني صادق، هذا كان يبغى يستاجر نظاره وسام حصل له محتوى وهو قاعد يبحث عن نظاره ويبغى ياجرها. الحين بقول اني انا يوتيوبر. والله تعال، والله تعال. ايه هذا عازم، انا عازم والله. انا برسل لك قناتي يا جماعه الخير، اتوقع اني بني هنا يا جماعه الخير، وهذا بتواصل معاه بشوف ايش بصير. انا بس ارسل لك قناه، هذا تحمست اجيبه يا جماعه الخير، تحمست اجيب السعوديه. والله العظيم اتكلم جد والله. حمست اجيب السعودية يا يعني. شوف يودي قناتي. ايوه طيب يا جماعة الخير، هذا انا والله العظيم بسولف معه شوي، بقعد ادردش بتصل عليه. والله يا عيال ركزوا معي، باذن الله انكم تشوفونا يا في السناب يا في اليوتيوب. باذن الواحد الاحد لو صار كل شيء على الشيء اللي انا ابغاه، باذن الله انكم بتشوفون هذا الشخص يا جماعة الخير جاي للسعودية. راح تحصلونه في اليوتيوب حقي او في السناب باذن الله. بقول له كم عمرك؟ How old are you؟ كم عمرك؟
فيكون صغير وبلاش بس ما يوتيوب اكيد من فوق 18. يقول I am also content on YouTube. I have 25k followers. You can make some videos. يب. طيب يا جماعة الخير، بما اني يا جماعة الخير ما في احد استأجر نظارة، روح اخلي الخيار مفتوح لكم انتو. اذا انتو تشوفني الان لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة، هذا الشيء الاول، لان والله العظيم ابغى اوصل مليون بشتى انواع الطرق. قاعد اقدم شيء يعني يكون شيء مرضي لكم والله العظيم. الشيء الثاني راح اخلي التجربة لك انت، اكتب لي تحت في الكومنتات وين تسكن فيه، وسيلة تواصل لك يعني اكتب انستغرام واليوزر حقك وين موقعك فيه، راح نشوف الاقرب يا جماعه الخير واللي يكون مناسب لنا، وباذن الله باذن الله انه راح نغطي كل مكان. وحرام انك تشتري النظاره وراح اخليك تجربها انت بنفسك. لين وصلنا نهايه مقطع اليوم لا تنسى جرس التنبيهات عشان ننتظر المقطع الجديد، واشوفكم في امان الله. سلام عليكم.